صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه بر الرؤوف فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وجابه إجابة موجلة. صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. صلى الله عليه ومن نسر طيبه تطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو ما تلقى زين الوجود. صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشني وله العلا في مجده ومكانه أوصاف وإذن قد تعالى مجدها أهدت على نجم سها بعنانه. صلى الله عليه وقديم بسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يصلح اسمك كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا إمام الرسل سندي أتباب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي
Yeah, yeah.